سمر، الو، مساء الخير يا سمر، ازيك؟ مساء النور. متجوزة يا سمر؟ متجوزة من 8 سنين. ما شاء الله. طيب خدتي اجازة زوجية قبل كده ولا لا؟ ساعات لما بكون غضبانة لا، هي مش الاجازة اجازة. الزوجية غير ان انت تطفشي يا سمر، انت كده طفشانة. لا صراحة الواحد لو عايز فعلا ياخد اجازة هو فعلا بتفصل، بس هي مشكلة ان انت اللي بتبقى كويسة مع جوزك، بس لا تلاقي حد يخش في النص كده، حد يفصل العلاقة بين الاثنين. الاهل قصدك يعني؟ ممكن. انت مش عايزه تتكلمي براحتك قوي. طب عايزه تسالي دكتوره براءه اي سؤال؟ لا انا عايزة احكي عادي يعني. لا احكي يا حبيبتي، معاكي وقت احكي. هي المشكلة ان هو يبقى كويسين مع بعض، هو فعلا زي ما حضرتك قلت من شوية ان مفيش حد بيكبر لحد، اصل مفيش حد يبقى كبير دلوقتي. هو مش انا يعني اللي قلت. انا جوزي هو الكبير عندهم، هو اصغر واحد عادي، ممكن اهزقه قدام عياله، ممكن اقعد اشتم فيه كل شويه، حتى لو هو اطيب واحد فيهم. بس انا بقى علشان انا ما عشتش معاك من الاول، هو كان عايش مع سته. لا ثانية واحدة والنبي، معلش لسه عايزة اقول مين اللي عشان سمر بتشتمه؟ راجعي لي، ارجعي كده وشريط حتة لورا، جملتين ثلاثة لورا. مين اللي ممكن يهزق مين؟ انت ممكن تهزقيه؟ لا طبعا، لا امال ايه؟ عندي انا ما حماية فهمتهاش. وحماتي اهله. اهله. بيهزقوه هو على اساس ان هو الصغير. هم عندهم الصغير هو الكبير يعني. بيهزقوه قدام ولاده؟ لا دي وحشة دي قوي، تربية فاشلة. لا هي وحشة. هو لان الولاد لازم انا كان يفضلوا عايز شايفين طبعا الاب ده الحاجة الكبيرة كبيرة. اللي ما بتتمسش، والحاجة الكبيرة الحامية ليهم، فما ينفعش الصورة تتهز. طب انتي مش ممكن تتكلمي مع حماتك مثلا على جنب كده وتضحكي تقولي لها الولاد بس تتكلم مع مين يا مها؟ صح. ايوه بتحلم، بتحلم صح يا سمر، والله بتحلم. انا كويسة مع جوزي وكل حاجة تمام، طب بس وكويسة مع حماتك؟ ما انا اقول لحضرتك حقيقة انا كويسة جدا، بس هما بيقولوا انت بتبصي. مش مشكلة دي خالص عندي، بس المشكلة عندي ان انا بكويسة مع جوزي وانا اكون في مشوار مثلا، تقول له بتيجي تتصل بيا بعد ما وصلت تقول لي اصل انا اتصلت بجوزك وهزقته عشان يجيبك. طب ايه ده؟ هما بيحبوكي هزقته عشان يجيبك؟ حتى لو هو يستعجليه من مشوارك. طب ايه، حتى لو انت ما اتصلتيش وقلتي الكلام ده، ليه بتحرقي في دمي؟ طب ما يمكن مش قصدها هزقته معلش يعني، يا هي بقى انا عايز على اسالها اساس ان هو سؤال. ابنها يعني، فبدو يا واد روح لمراتك مش عارف ايه يعني، الكلام كده مش قصدها هزقته يعني، مش معقوله هتهزقه. سمر هو جوزك شخصيته ضعيفه ولا قويه؟ هو طيب، هو لا يعني هو لا، ما احنا كلنا طيبين، بس ماشي. هو اقول لك لا، شخصيته ضعيفه ولا قويه معاكي في البيت عندك انت؟ سيبك من اهله. هو لا في البيت قوي، مش عادي يعني، هو اللي بيقول الحاجه بتمشي على الكل عادي عندنا في البيت، بس بتمشي على الكل، عليكي وعلى ولادك الصغيرين. ايوه. بس وشخصيته عندي مع الناس عامله ازاي؟ ضعيفه ولا قويه؟ لا قويه، بس مع اهله ضعيف. طيب يبقى هو بيحبهم بس بزياده، مش كده يا دكتور؟ بس هما بيضغطوا على النقطه دي. طيب دكتور براء هترد عليكي تعملي ايه يا سمر، بس انا هقول لك على حاجه، نصيحه كده لوجه الله. قولي له هو، لو انت مش قادره تكلمي حماتك، ان هو يكلم مامته وباباه بمنتهى الذوق والادب، ان مفيش داعي قدام ولادي تكلموني بطريقه كده لحسن الولاد بيجوا يقولوا لي. والله قال كتير. معلش يقول تاني، عارفه بقى لو حصل كتير يبتدي يخفف شويه في الزيارات يقوم يحس ان هو متضايق بجد. دكتور براءه برضو هي اللي، او لو حصل كده فعلا في قعده او بتاع، يروح واخد بعضه ومستاذن وراها على طول، يقوم يحسوا ان المواقف بقى مش هتعدي سهل. دكتور براءه هتقول لك هي رايها ايه. خليكي معانا يا صبري. سالته الاسئله الممتازه العبقريه اللي هي انا كان ممكن لو دكتوره نفسيه انا وهي قاعدين في عياده هسالها. احنا هنشتغل مساعدين معاكي بصراحه. لا والله اساتذه يعني، اساتذه. فعلا انا معاكي ان هو لو بيتعرض لاهانه، بما ان دول اهله مش بيسمعوا الكلام، انه هيقول لهم لو انا تعرضت لاهانه هنقل نفسي من المكان ده. احنا عندنا كذا حاجه سمر لفتت نظرنا ليها. اولا هي بتقول جدته هي اللي ربته، فاحيانا عقده الذنب عند الام والاب لو الجده هي اللي ربته، فكان احنا لسه بنربيه من اول وجديد، هو انت هتكبر علينا، هو يعني في دواخل كده نفسيه قوي مكلكعه. زائد احيانا، ودي انا يعني بعتبرها صرخه عبر البرنامج، الاهل لما بيكبروا في السن، احيانا الست لما بتكبر في السن، الاب لما بيكبر في السن، عشان خاطر يروحوا لدكاتره اعملوا تحاليل. التحاليل دي احيانا بيبقى عندنا نقص هرمونز معينه، عندنا نقص في حاجات معينه بتخلينا اشخاص مختلفين، بتخلينا اكتر اكتئابا، بتخلينا ناس ممكن نغلط في اللي حوالينا في اللي معانا. فدي نقطه تانية. سمر حطت ايدها على نقطه مهمه، واعتقد
ان زوجات كتيره ما بيقدروش ياخدوا اجازه لما بتتعب في اللاوعي، يعني بتفتعل مشكله مع جوزها علشان تقدر زي ما كنت تغضب وتروح. تغضب وتروح، هي مش عايزه تغضب، هي مش هي لو في ايديها هي عايزه تفصل، عايز تمشي، بس مش هتقدر لان الام متسلطه متحكمه. لو هي خرجت في خروجه عادي بتقول له كلمها استعجلها، فبتضطر انها تفتعل مشكله علشان تغضب وتروح عند اهلها فتاخد اجازتها وترجع. لان في الحاله دي الام بالعكس هتقول له سيبها عشان تتعلم، وده من مصلحه سمر او غيرها. ولكن ممكن في ازمه نفسيه، يعني واضح ان الموضوع اكثر تعقيدا من اللي سمر بس بتقوله لنا هنا في الموضوع. يصبر على اهله ويتحرك من المكان. بس دكتور اهله مش هيتغيروا، لان دايما الناس الكبيره في السن ما بتتغيرش. لا، في حته الاستاذه معها كانت قالتها من شويه، لما بتشيلي نفسك من المكان اللي قدامك انت مش موجوده بيحس بقيمتك. قصدك يعني لا ما بيقدرش يعمل، ما انا دلوقتي بغلط علشان اخد رياكشن معين. لما انا ما بديهولكيش يعني ولا هيغلط ولا هيقول لهم كلام مش كويس، هيشيل نفسه ويمشي. لو فضل يعمل كده في الاخر هيعلمهم بقى حاجه جديده، ان هم ما يقدروش يتكلموا معاه بالطريقه دي، ان هو هيمشي بالظبط، فهيضطروا يتعاملوا معاه بطريقه افضل. اهدى شويه.